السلام عليكم يا شباب، هنتعلم النهارده ازاي نفهم الشغل اللي احنا ماشيين فيه دوت بالراحه وباذن الله ما فيهوش مشاكل. شغل بسيط جدا، بس محتاج منك تركز في الفيديو دوت. الفيديو مش هنطول عليك فيه، تركز فيه باذن الله وهيبقى الموضوع كله ايه، بسيط وسهل، وهتلاقي العمليه سهله معاك. المهم مبدئيا لازم عشان نشتغل لازم نفهم احنا هنشتغل على ايه. احنا هنشتغل على جهازين، اللاب بتاعك والموبايل الاندرويد بتاعك، تمام كده؟ فانت لازم تجهز اللاب بتاعك وتجهز الموبايل الاندرويد بتاعك للشغل. بالنسبه لللاب هتجهزه ازاي؟ اللاب انت محتاج فيه برنامج تغيير اي بي اللي هو دوت اسمه بيسفون 3. ده انا المفروض ان هو ليه لينك عندك على الجروب، وانا كمان لو عايزه ممكن ادولك على الشات عندك، تمام؟ هو المفروض الايه البرنامج التاني بتاع اللاب اللي احنا كلنا بنطلبه دوت، تمام؟ فده انا هبعته لك برده باذن الله بعد الفيديو، بعد الفيديو. المهم ده اللي انت محتاجه على اللاب يا باشا. طيب بالنسبه للموبايل بقى، واصلا المشاكل معظمها في الموبايل. بص يا معلم، انت المفروض على الموبايل، هل فتحنا الشرح بتاعنا؟ بص مبدئيا ده الفيس بتاعي وتويتر وكمان السكايب لو حد عايز اي حاجه، تمام؟ ماشي يا باشا. بص انت المفروض على الموبايل منزل الفي بي ان سبايدر بتاعك، ومنزل السايد لاين، ومنزل اوبن في بي ان، تمام؟ دول التلات برامج اللي انت منزلهم على الموبايل لغايه هنا، تمام؟ في حاجتين او تلات حاجات كمان المفروض يكونوا على الموبايل. ايه هم؟ اولا الموبايل لازم يكون بالانجلش، ما تخليش الموبايل بالعربي، تمام؟ تاني حاجه ان الموبايل نفسه تحذف من عليه ايميل جوجل. ايه هو ايميل جوجل؟ اللي هو @gmail.com. المفروض انت عندك في السيتنج بتاع الجهاز نفسه لما بتضغط عليه بتدخل عليه، بعد كده بتدخل على الاكونت اللي بتاعت الجهاز، بتلاقي مثلا الفيس، بتلاقي الواتساب، بتلاقي غيره، بتلاقي من ضمن الحاجات دي جوجل. ده اعمل له ديليت او اعمل له ريموف، احذفه، تمام؟ لازم يتحذف لو عايز تجي لك المكالمه وعايز الشغل يمشي معاك صح، غير كده مش هينفع، فلازم تحذفه. تالت حاجه بالنسبه للسكرين تايم اوت اللي هو الوقت اللي الشاشه بتاخده عشان تقفل، خليه رقم كبير، يعني مثلا خليه 10 مينتس 15 مينتس حاجه زي كده، رقم كبير ما تخلوش 10 سكند والكلام ده، تمام؟ دول التلات حاجات اللي المفروض تكون ايه مظبط في الموبايل، زائد التلات برامج بتوعنا، تمام لغايه هنا؟ ماشي. تعالى بقى نمشي مع الشرح خطوه خطوه كده. بص يا باشا، انت اول حاجه هتفتح الفي بي ان سبايدر بتاعك وتختار اي بي. في هنا ناس بتسال برضو في الاي بي، يعني ايه بينج قليل وميجا بايت بير سكند كبيره؟ بص يا معلم، يعني مثلا البينج من واحد، ما تختارش بينج صفر، البينج من واحد لغايه 29، والاي بي والميجا بايتس بير سكند مثلا من 2 مثلا لغايه مفتوحه بقى طول ما تكبر خلاص، يعني هي بس بدايه من 2 مثلا. يعني مثلا ده كويس جدا، بص ده 18 و8، ده جميل. انت هي ده مثلا البنج عندك اكبر من 1 واقل من 30، والسبيد اكبر من 2 ومفتوحه، مش مهم بقى رقمها قد ايه بعد كده، تمام؟ ده مثلا ما ينفعش، يعني ده ايه البنج صفر، ما ينفعش برضو هنا، ده ما ينفعش، ده بنج صفر وسبيد صفر، ده ما ينفعش. مثلا هنا بص يا معلم، مثلا ده مثلا ده، بص مثلا ده بنج 12 وسبيد صفر، ده برضو ما ينفعش لان السبيد بتاعته ايه صفر. المهم تمام كده، انت هتختار حاجه ايه ده، انت هتختار حاجه البنج بتاعها اقل من 30 والسبيد فوق الاثنين، تمام كده؟ انت كده اخترت الاي بي بتاعك. هتخش طبعا تضغط اكسبت هنا، كل ده سهل، وتضغط كونكت، تمام، وتتاكد ان المنظر عامل كده، ده اخضر وفي هنا ايه علامه مفتاح، يبقى انت كده ايه تمام يا باشا، خلصنا من اول برنامج. ندخل بقى على البرنامج الثاني السايد لاين. بص يا باشا، هندخل على السايد لاين، هنسجل في السايد اي معلومات مهويه، اي اسم، اي باسورد، اي فيرست نيم، لاست نيم، مش مشكلتنا الكلام ده، اهم حاجه بس في الايميل يبقى اخره @gmail.com، اي عمر والكلام ده، وتعمل كريت اكونت، تمام؟ تضغط اكسبت طبعا. بعد كده هيطلع لك مجموعه من الارقام، اولها 202، اي ارقام مش مشكله، ما هيطلع لك على طول مجموعه من الارقام، فانت تروح تضغط تشينج اريا كود. هتكتب هنا اريا كود انا هديها لك، فوقك من H1A1A1 ديت، انا هديك مجموعه من الاريا كودز تستخدمها، تمام؟ كل واحد هيبقى له مجموعه من الاريا كودز خاصه بيه. هتكتب هنا اريا كودز اللي انا هديها لك وتضغط فايند مي نمبر، هيطلع لك مجموعه من الارقام. بص بقى يا معلم، هنبدا هنا نستخدم الايه الوورد كده. احنا خلصنا جزء الموبايل لغايه دلوقتي، هنبدا بقى جزء الكمبيوتر او اللاب بتاعك. بص يا معلم، اول حاجه هتفتح الوورد بتاعك، هيبقى بالمنظر ده،
وهتشغل الايه البيس فون بتاعك اللي هو برنامج تغيير الاي بي. هتضغط تتصل تمام، وتختار مثلا الدولة امريكا مش مهم. تمام، هو كده اتصل اهو خلاص وعمل ايه كونكت. تمام، نزله تحت بقى كده خلاص. هنيجي نجرب الرقم في الايه في الورد. بص يا معلم، هنكتب الرقم مثلا، احنا هنحط علامة على الرقم ده، هنجرب الرقم ده مثلا 1 6. نكتب قبل الرقم 1 اوكي، وبعد كده نكتب 1 6 1 3 9 1 7 6 3 4 8. نعمله تشيك اكزيستنج، يعني نشوفه هل هو شغال ولا لا. بص الرسالة دي شايفها، الرسالة الطويلة دي، ده معناها الرقم شغال. اي رسالة غيرها يبقى الرقم ده مش شغال. تمام، اظن كده الموضوع بسيط. الرسالة دي معناها ان الرقم ده شغال، هتعملها تضغط اوكي هنا وخلاص وتسيب الورد وترجع تاني للموبايل. هتضغط جيت ذيس نمبر، بعدين تضغط تخش جوه السايد لاين، هيجي لك مفروض طالما انت حذف ايميل جوجل اللي هو @gmail دوت حذفه، هيجي لك رساله بالمنظر ده، هتضغط عليها كانسل. بعدين تيجي الورد هنا وتضغط تعلم على فويس وتضغط ريكويست كود، هيقول لك ان هو هيبعت لك مكالمه هتسمعها على الموبايل بتاعك، وتكتب الـ6 أرقام اللي هتسمعهم فيها هنا وتضغط كونفيرم كود. خلاص كده ده كود اتعمل، موضوع بسيط جدا ما فيهوش اي مشكله. تعال نجرب نعمل واحد دلوقتي قدامك هنا اهو على الشات على الفيديو اللي سوري. تعال معايا، بص احنا هنفتح السبايدر بتاعنا ونختار ايه اي بي زي ما اتعلمنا، البنج اقل من 30 واكبر من 1، والميجا بايتس بير سكند اعلى من ايه من 2 او 3. تمام، ونفتح السايد لاين. تمام، انت كده معايا المفروض انك فتح السايد لاين. هتضغط ساين اب، تكتب اي يوزر نيم اي باسورد اي فيرست نيم واي لاست نيم مش مشكلتنا نهائي، وايج، وتعمل كريت اكونت وتضغط اكسبت. تمام كده ماشي. تضغط تشينج اريا كود وتكتب مثلا اي اريا كود انا هديها لك زي ما قلت 5. تضغط فايند مي نمبر. تمام، هتلاقي مجموعه من الارقام. بص دايما خليك في اول رقمين واخر رقمين. هنجرب اخر رقم ده مثلا 1، حط 1 بعد كده 2 2 6 2 1 3 10 5 9. تعال نجرب الرقم ده شيك اكزيستنج. تمام، الرقم ده بلوك، ده كده الرقم ده مش شغال. تعال نجرب اللي فيه، نضغط 1 برضو بعد كده 2 2 6 20 7 7. تعال نشوف الرقم ده كمان بلوك. تعال نجرب ده 2 2 1 3 1 9. لا كمان بلوك ما شاء الله. تمام، الرقم ده شغال ماشي. هتضغط اوكي هنا وتضغط في الموبايل جيت ذيس نمبر وتضغط كونفيرم. تمام، وتضغط كانسل على ايه رساله الخطا بتاعتك. ده كده تمام، انت دخلت. تضغط هنا ريكوست كود، تتاكد انك معلم على الفويس تمام، تضغط ريكوست كود. تمام، هيقول لك ان المكالمه جت. هاي المكالمه هنا على الموبايل جت، ترد عليها. تمام، مبروك عملت كود يا باشا. ادي ده كده الكود عندك اهو، تتعمل في ظرف دقيقه بالظبط الكود يتعمل. موضوع بسيط جدا وما فيهوش اي تعقيد ولا اي كومبلكس. الناس بتتكلم وبتسال على اساس ان الموضوع اكنه ابداع. موضوع سهل جدا وبسيط جدا، وعباره عن سيستم انت بتسيستم نفسك على شغل معين وخلاص. تمام، دلوقتي انا الكود اللي انا عملته ده عايز بقى ايه ابعته لمحمد اسامه. هبعته لمحمد اسامه ازاي؟ بص يا معلم، هتضغط سيف هنا وتحفظه على الديسك توب، تسميه تشانل مثلا، او هنا هتسميه ماشي تشانلز، وتضغط سيف. تمام، ادي كده الايه الكود اتعمل. بص منظره كده اهو اهو، ده كود. طيب هتبعته لي ازاي؟ بص سوري
هتكتب اسمك محمد مثلا، تمام، وتكتب العدد مثلا هنا واحد وخلاص على كده، تمام. هو ده الكود بس. بعد كده تضغط كلير هنا عشان تمسحه من هنا خلاص، وتبعتولي في الشات في موعد التسليم اللي انا هنزلها لك وبس على كده. في بقى دلوقتي شويه مشاكل او حاجات غلسه ساعات بتواجهنا واحنا شغالين. بص، مبدئيا الشغل ده اصلا زي ما قلت لك هو معتمد على النت، فهو معتمد على سرعه النت والشغل، وطبعا انت عارف في مصر النت يعني ايه تعبان يا قلبي. ايه بقى المشاكل اللي انت هتواجهك؟ بص، اول حاجه الناس بتقول لك او اكبر مشكله بتواجهنا ان المكالمه ما بتجيش، الصوت بيقطع، تمام. بص، المكالمه ما بتجيش ده حلها بسيط. هتعمل ايه؟ المكالمه ما بتجيش يبقى دي مشكله موبايل مش مشكله اللاب. يبقى انت اللاب عندك كده، اي حاجه على الموبايل يبقى مشكله موبايل، اي حاجه على اللاب او ليها مشكله مع برامج اللاب يبقى مشكله لاب. يبقى انا بحصر نفسي في نقطتين، يا مشكله لاب يا مشكله موبايل. طب المكالمه دي بتيجي على ايه؟ دي بتيجي على الموبايل، يبقى دي مشكله موبايل. طب ايه حلها؟ بص، حلها السايد لاين تعمل له كلير داتا. يعني ايه تعمل كلير داتا للسايد لاين؟ تمسح البيانات المؤقته بتاعته. ازاي؟ بص يا معلم، هتخش على السايد لاين على السيتنج نفسه، مش على السيتنج سايد لاين، على سيتنج الجهاز نفسه بتاع الموبايل بتاعك. هتخش منه وتخش منه على الابس البرامج بتاعتك وتدور لغايه ما تلاقي السايد لاين، وبعد كده تعمل كلير داتا للسايد لاين، تمام. هتلاقي انت خلاص دلوقتي الموبايل بتاعك المفروض انه بالانجلش، فالكلام اللي بقول لك عليه ده المفروض انت هتلاقيه بالمسار ده بالظبط، تمام. ده كده ايه اول حاجه. تاني حاجه هتغير الاي بي اللي انت كنت شغال بيه. هتعمل ايه؟ بص سوري، هتعمل ايه؟ بص يا معلم، بص انت مش دي صفحه الاي بيهات اللي عندك؟ ها، المفروض ان انت عندك الاي بي، انت بعد ما بتسجل، بعد ما انت عامل اي بي هو عنده عامل كده، ولو نزلت سحبت النوتيفيكيشن بارز ونزلتها هتلاقي ان النوتيفيكيشن بار فيه ايه؟ فيه ان هو انت عامل كونكت، فانت هتضغط عليه تعمل ديسكونكت من الاي بي اللي انت فاتحه ده حاليا. تعمل من الاول ديسكونكت من الاي بي اللي انت فاتحه ده، بعد كده تروح لصفحه الاي بي هات تاني بتاعت يو اس اي وتعمل لها ريفريش، تسحبها بصبعك لتحت تعمل لها ريفريش، هتلاقي لك مجموعه اي بي هات جديده. تجرب واحد جديد بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، ان البنج من 1 لغايه 30 وان السبيد ما تقلش عن 2 مثلا، تمام كده. وهتختار اي بي بالنظام دوت وتبدا تشتغل من جديد، تعمل شغل من جديد. ده اول مشكله هي المكالمه ما بتجيش. طب يقول لك المكالمه بتيجي بس بتيجي صوتها وحش وبتقطع، تمام. ده معناه ان النت عندك وحش، فانت حلك ايه يا باشا؟ ما تردش على المكالمه خالص، واستنى حاجه اسمها الفويس ميل. الفويس ميل دي هتجي لك رساله فيها 6 ارقام برضو بعد المكالمه بحوالي 10 او 12 ثانيه 15 ثانيه حاجه في الحدود دي، فانت ما تردش على الايه المكالمه خالص، سيبها ترن لغايه الاخر ما تردش عليها. في حاجه بقى دلوقتي الفويس ميل في ناس بتقول انها ما بتحملش معاها، هتعمل ايه؟ برضه هتنزل تنزل النوتيفيكيشن بار لتحت وتعمل ديسكونكت من الفي بي ان، من الاي بي بتاعك بتاع الفي بي ان سبايدر دوت، وهتحمل المكالمه الفويس ميل تاني هتروح محملها معاك، تمام لغايه هنا؟ تمام كده، خليك مركز معايا بس. المهم ده كده مشاكل الموبايل، هي مشاكل المكالمه ومشاكل ان المكالمه بتقطع والمكالمه ما بتجيش اصلا. ممكن لو العمليه عصلجت قوي تراستر موبايلك كله، يعني راستر الموبايل، لان ساعات الموبايل بيبقى بيهنج من كتر الشغل فانت راستره، تمام. ماشي، تعالى المشكله بقى في ايه، في برامج اللاب نفسه. بص يا معلم، اول مشكله هتواجهك ان هو انت خلاص عرفت دلوقتي انت الخطوات ازاي. انت بتدخل الرقم وتعمل تشيك، بعد كده طلع شغال تختاره في الموبايل الاول، بعد كده تعمل ايه؟ ريكويست كود. تعال لما يجي يعمل لك ريكويست كود تلاقيه ظهر لك رساله كده قال لك مش عارف ان انت عملت ديلي وحاجات كده، يعني ان المهم ان هو مش هيعرف يعمل ريكويست كود. يعني ده معناه ان الرقم اللي انت اخترته ده حد اختاره قبليك. يعني الرساله حاليا مش متوفره معايا سوري، بس معناها يعني ان الرقم اللي انت اخترته ده حد قبليك اختاره. فطبعا تجنبا للمشكله دي انا هدي كل واحد مجموعه من الاريا كودز هيشتغل بيها، بحيث ان لو انت رقم انت شغال باريا كود غيرك شغال باريا كود ثانيه، فبالتالي مش هيبقى في تداخل في الارقام بينكم، تمام. دي نقطه. ثاني حاجه بقى، دي اكتر مشكله غلسه شويه، ان انت ساعات لما بتدخل الست ارقام هنا صح وانت واثق انهم صح بتضغط كونفيرم كود بيقول لك ان الكود ده غلط. طب ما انا مدخلك الكود صح، لو بيقول لك ان الكود ده غلط فانت ساعتها تعمل ايه؟ تقفل الورد، تمام، وتيجي هنا على الايه؟ على البيس فون بتاعك، تمام. هتعمل فيه ايه؟ بص، انت هتروح عامل قطع اتصال وتغير الدوله. انت مثلا مش كنت على امريكا، خليه مثلا على المانيا،
وترجع تعمل ايه؟ اتصال من جديد، وتروح فاتح الورد وتشتغل من اول وجديد تاني، على انك كود من اول وجديد تاني خالص بقى، تمام؟ وهكذا. في برضو البرنامج ده كويس، ده في بي ان، ده برضو كويس هتنزله. الفي بي ان ده بص ممكن برضو بعد 4 أو 5 أكواد وانت مشغل البيسفون تقفل البيسفون خالص وتشتغل على دوت 4 أو 5 أكواد تانيين، وبعد كده ترجع للبيسفون 4 أو 5 أكواد تانيين، وهكذا. يعني نظام متابعة من 4 أكواد هنا لأربع أكواد هنا، تمام؟ ده كده الموضوع بكل بساطة، يعني ده كده دي كل المشاكل اللي ممكن تواجهك وطريقة حلولها. موضوع بسيط، بص على قد ما هو سيستمة وعلى قد ما هو مفهوش دماغ، أو على قد ما هو برضه بيحتاج منك ساعات تشغل دماغك، إن العملية مش أنا عملت كذا فطلع كذا، أنا عملت كذا فطلع كذا. في برضه أنت تشغل دماغك، أنت لو شغلت دماغك بالراحة الموضوع مش محتاج تشغيل دماغ جامدة، حتى أنت شغلت دماغك بالراحة تلاقي نفسك لوحدك بتحل المشاكل، تمام؟ أي حاجة عايزها بإذن الله أنا موجود برضه، وبالتوفيق.